السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغة جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. اليوم لدينا إعلان هيئة الأوقاف المصرية عن الوحدات السكنية المتاحة. الوحدات متاحة في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ويستطيع أي شخص في أي محافظة أن يتقدم لحجز هذه الوحدات، سواء كان هذا الشخص موظف حكومي أو يعمل في القطاع الخاص، وسواء كان هذا الشخص أعزب أو متزوج. فابقوا معنا لمعرفة التفاصيل. أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية للجمهور من جميع المحافظات، وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2021 وحتى 30 يونيو 2021. يعني حضرتك متاح التقديم خلال شهر يونيو فقط، وزي ما عرفنا حضراتكم ان الحجز بيكون في اي محافظة من محافظات الجمهورية، وسواء اذا كان موظف او غير موظف، متزوج او غير متزوج. لو حضرتك اول مرة تتابع القناة، ياريت حضرتك تضغط على زر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس، وياريت تدعمنا بلايك عشان تشجعنا ان احنا نستمر. خطوات التقديم لحجز الوحدات: لو حضرتك عايز تحجز واحدة من الوحدات اللي هي بتعلن على وزارة الاوقاف، لابد انك انت تقدم ملف، والملف بتاعك هيكون محتوي على عدة اشياء. رقم واحد، لو حضرتك موظف حكومي، اصل مفردات مرتب حديثة للزوج او الزوجة بشرط الا يزيد دخل المتزوج عن 4750 جنيه، والا يزيد المرتب للاعزب عن 3500 جنيه. رقم اثنين، صورة بطاقة الزوج او الزوجة وتكون سارية، يعني لو البطاقة منتهية حضرتك مش هينفع تقدم. رقم ثلاثة، صورة قسيمة الزواج للمتزوج، سواء كان صورة القسيمة اليدوية العادية او صورة القسيمة اللي هي مطلعها من الكمبيوتر. رقم اربعة، صورة ايصال مرافق حديث، ايا كان المرفق اللي انت هتقدم بيه، بس المهم ان هو يكون حديث، سواء كان ايصال كهرباء، ايصال مية، او ايصال الغاز. رقم خمسة، مطلوب من حضرتك صورة ايصال جدية الحجز، وجدية الحجز ده مبلغ حضرتك بتدفعه في هيئة الاوقاف على حسب الوحدة اللي انت هتشتغل عليها او هتقدم على انك انت تحصل عليها. رقم ستة واخيرا، هتكون كراسة الشروط. طيب ازاي نوصل لصورة ايصال جدية الحجز او كراسة الشروط؟ تابع معي. اعلنت الهيئة الى ان التخصيص يكون عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية الحجز، وهو مبلغ وقدره 15000 جنيه للنموذج رقم 2، ومبلغ وقدره 20000 جنيه للنموذج رقم 3، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 300 جنيه ثمن كراسة الشروط. يعني حضرتك لو هتحجز النموذج رقم 2 هتدفع 15300 جنيه، ولو هتحجز النموذج رقم 3 هتدفع 20300 جنيه. يمكن شراء كراسة الشروط من ديوان عام هيئة الأوقاف بالعنوان التالي. عندك ثلاث أماكن ممكن تحصل منهم على شراء الكروس. العنوان الأول 109 شارع التحرير الدقي الجيزة. العنوان الثاني مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات محافظة المنوفية. العنوان الثالث مشروع إسكان الشباب بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.